بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في هذه المحاضرة حتكون هي المحاضرة الخاصة بالأسبوع الخامس، وهي حتكون عندنا بعنوان String Methods and Escape Character. الآن String Method اللي هو عبارة عن الميثود الخاصة بالسترينج، زي آخر سلايدة كانت عندنا في المحاضرة السابقة. وبعدها القسم الثاني هيكون عن Escape Character. تمام. الآن إحنا السترينج ميثود بشكل عام، السترينج ميثود كيف بنصلها او كيف بتيجي، كيف ممكن احنا نحصل عليها. تمام. الان انت لما تعرف متغير من نوع سترينج، تمام، من نوع سترينج تعطيه اسم. الان انت بتستدعي الاسم في اي مكان غير مكان التعريف، تكتب اسم المتغير اللي من نوع سترينج وبنحط بعديه اللي هي الدوت او النقطة. إيه لما تحط النقطة، احنا حكينا الدوت هتستدعي كل الميثود او الكلاسز اللي انا واقف في المكان اللي انا واقف عليه. فالان السترينج فيها ميثود هيكون، فاحنا في عنا بلت ان ميثود موجودة في السترينج كلاس هيتم استدعائها بعد ما انا اقوم باللي هو استدعاء المتغير. فزي ما هو مكتوب انه السترينج كلاس has a set of built in methods that you can use on string. يعني انا بقدر استخدم هدول string method لما اعرف string على string، تمام، على المتغير انا قمت بتعريفه. ملاحظة بسيطة بس وهي مهمة، انه الجافا بتبدأ العد من صفر. الان احنا لما تيجي مثلا تعد تحكي 1 2 3 وهكذا، لكن في الجافا لا، في الجافا الكاونت زي مثلا هناخد لقدام اللي هي الاندكس، او مثلا تقول له مثلا الكاركتر ات او الاندكس اوف سب سترينج، كده بتلزم اللي هو انك تعطيها اندكس. من وين يبدا الاندكس؟ من وين يبدا يعمل الميثود هاي؟ فهيبدا عند العد من صفر، فهيكون اول شيء اللي هو رقم او الاندكس 0 هيكون اللي هو فعليا الفيرست بوزيشن، اللي هو ممكن نقول احنا اول عنصر عندي. 1 هيكون العنصر الثاني، الثاني هيكون العنصر الثالث، وهكذا لحد ما نصل مثلا اخر السترينج. فبس انها ملاحظة بسيطة، ان انا عندي في الجافا الكاونت عندي بيبدأ من صفر مش من 1، تمام، من صفر بيبدأ العد. الان عندي السترينج ميثود هاي هما بسيطات جدا، تمام. هان اللي هو هيكون الميثود هاي هم حوالي هما 14 ميثود. الريتيرن تايب هان بيبين لك ايش هو الريتيرن اللي هترجع لك اياه الميثود هاي. هان كاتب اكزامبل بسيط بس عليها عشان انت تشوف او تفهم كيف ممكن نطبق الميثود هاي. وهان ديسكريبتيف اللي هو ديسكريبشن وصف لايش الميثود بالضبط بتعمل. هذا الجدول موجود في الكتاب وموجود غالبا في السلايدات للمدى النظري، تمام. في انا جبتها من الكتاب. الكاركتر ات يعني هاي زي ما احنا شايفين في المثال، انت بتعطيه الاندكس الرقم من السترينج، تمام. احنا السترينج عندنا هيو سترينج اس بيساوي جافا، فانت بتقول له كاركتر ات بتعطيه ايش؟ الرقم 2 او الاندكس 2. هو حيروح يدور يبدا 0 1 2، تمام، حيلاقي انه انا عندي الكاركتر في هو ال ات اندكس 2 وحيرجع لنا ايش؟ الفي، تمام. كومبيرتو حتعمل مقارنه، حتمسك اول حرف من السترينج اللي هو السترينج اس عندنا مع اول حرف في المدخل انا معطيه، حيعمل بينها مقارنه حسب اللي هو في عندنا جدول اسمه لكسيكوغرافيك، تمام، انه هذا بيمشي على الترتيب الابجد او الاعجمي لكن حسب الاسكي كود، تمام. حنشرح اكثر لما نصل للتطبيق تبعها، لكن هو فعليا حسب الترتيب بصير هو حاب يرجع لك انتجر قديش الفرق بين هذا الكاركتر مع هذا الكاركتر. طيب كونكت اللي هي اختصار لكونكاتينيشن، هو فعليا بياخد نص وبضيفه وين؟ على النص الاصلي. يعني هان هياخد روكس وضيفها وين؟ على الجافا، تمام. هاي بصير عندنا النص زي هيك. الان انت لما بتستخدم الميثود هاي بدك تحط في البدايه بعد الدبل كوتيشن نحط سبيس عشان يطلع النص ويطبعه صح. ايكوال اللي هي فعليا عمليه مساواه زي ما كنا ناخذ في الكومبيرزون، مش كنا ناخذ مثلا ايكوال ايكوال يفحص لي. هي فعليا نفس يعني المضمون نفس الشيء، انه انا هان باجي بقول له افحص لي هل السترينج عندي اللي هو جافا يساوي الجافا انا دخلت له اياها. فهو بفحص عمل لي ايكوال هل هذه بتساوي هاي، وحيرجع لك قيمه بوليان يا ترو يا فولس، تمام. الميثود الثاني اللي
equals ignore case، هو حياخذ الكلمة مهما تكون انت معطيها حيخليها لا او يستثني منها الحالة الابر كيس واللور كيس ويقارنها ببعض، تمام؟ فمثلا لو خليناها زي المثال السابق، جافا الجي كابيتال مع الجي هنا حياخذها ايش؟ ترو، لكن لو كتبناها زي هيك في الايكوال يعني الجي سمول هيعتبرها فولس، لكن هان في الايكوالز اجنور كيس حيخليهن كلهن نفس الكيس، كلهن ابر كيس او لور كيس، بعدين يتاكد هل هم نفس الشيء ولا لا. الاندكس اوف، انت هان في الاندكس اوف انت بتعطيه الكاركتر الموجود في السترينج، وبتخليه هو يرجع لك ايش الاندكس تبعه، عشان حكينا الاندكس هيبدا من صفر، فهو هان انت بتكتب له مثلا الفي اي من وين حيبدا، او مثلا اعطيته الاي فهو بيجيب لك بيجي هان 0 1 رجع لك 1، هان احنا معطينه الفي اي وين هي من وين بتبدا، وين الاندكس تبعها اندكس اوف، فحيجي 0 1 2 حيلاقي انه ايش لقى الفي بعديها الاي، وحيقول له انت الاندكس تبعك عندي اللي هو 2. لاست اندكس اوف، الان اندكس اوف هاي اول ما يلاقي الكاركتر هذا اللي حيجيبه، يعني لو احنا كنا كاتبين هان اندكس اوف اي لحال حيجي 0 1 حيلاقي الواحد حيرجع 1، لكن هان لاست اندكس اوف حيضلوا يمشي وين اخر مكان اخر تكرار للحرف هذا الكاركتر هذا حيجيب لي الاندكس تبعه، فهان اللي هو ايش عندي 0 1 2 3، تمام؟ حيرجع لي الهان الاندكس اللي هو 3. اللينث هي بس هتاخذ السترينج زي ما هو وتجيب لك قديش الطول تبعه، فهو فعليا عندنا قديش طوله هان، هاي 1 2 3 4. الان اللينث برجع قيمة انتجر، لكن هان اللينث حيفرق عن الاندكس، اللينث بيجيب لك قديش طوله، لا طوله عندي 4، لكن الاندكس انا حيكون عندي من 0 ل 3، تمام؟ فبس انتبه للنقطة هاي، اللينث بيجيب لك الرقم تبعه اللينث كامل للسترينج، بس الكاونت في الجافا بشكل عام حيبدأ من وين؟ من 0، لكن اللينث حيبدأ عادي زي طبيعي من 1، يبدأ بيجي 1 2 3 4، انا اللينث تبع السترينج 4، تمام؟ تو لور كيس حياخد الكلمة زي ما هي اللي هي مثلا عندنا جافا ويحولها كلهيتها اللي هو لور كيس اللي هو انه سمول لتر كلهيتها. تو ابر كيس العكس، انه انا حياخد كل الكلمة ويحولها لايش؟ لابر كيس اللي هو الكابيتال لترز كل الكلمة. ريبليس، انت في ريبليس هن حتعطيه مدخلين، اللي هو الحرف اللي حياخده في السترينج الاساسي اللي هو عندنا هان جافا، ويبدله بالمدخل الثاني اللي هو هنا عندنا حرف الاو، فحيجي وين في انا عندي مثلا حيلاقي انا هان حرف الاي حيحط بداله حرف ايش الاو، فبصير عندي من جافا ل جي او في او، تمام؟ حيبدل حرف الاي بحرف الاو. الان في عندنا سب سترينج، سب سترينج ليه اختصار لايش؟ انه انا اقطع او اقتطع، بيجي بقتطع. سب سترينج عندي تو ميثود منهم، الاولى ان انا بس بعطيه المدخل من وين يبدا يقطع وهو لحاله حيضله ماشي لاخر السطر، وفي الميثود الثانيه لا انا بحدد البدايه وبحدد النهايه. الان في السب سترينج والحاله الاولى اللي فيها مدخل واحد حيجي وين بدايه الاندكس هذا اللي انا اعطيته اياه مثلا من 2 حيضله ماشي للاخر، لكن في الحاله الثانيه لا هو حيجي وين بدايته من 1 وين نهايته 3، حيقتطع بس المقطع هذا. فالان احنا في كلمه جافا هان هو في اول حاله اخذ من عند 2 حيجي 0 1 2 حيبدأ من عند ال V ياخد محل A، لكن في الحالة الثانية حيبدأ من 1 0 1 اللي هي ال A، 2 حياخد مين؟ ال V، حيجي عند 3 المفروض 3 آخر واحدة مش حياخدها، هو بياخد بس مين؟ بياخد البداية للنهاية، بقول له ابدأ من 1 ولما تصل 3 وقف، لكن مش حياخد 3، تمام؟ مش حياخدها، هو بياخد بس 1 و2، الثلاثة ما بياخدها. اخر ميثود اللي هي التريم، التريم اللي هو انا لو في عندي سبيس او في عندي اللي هي وايت سبيس، انا مثلا زي الجملة هاي الان الاس بساوي جافا راح اعمل قبلها وبعدها بعد الكلمة وبعد الجملة ايش في عندي سبيس، هيروح يعملها تريم انه بقتطعها بشيلها وبخلي الكلمة فقط جافا لحال زي هيك، يعني انا اطلع قديش في عندي كان وايت سبيس قبل الكلمة وبعدها راح كلها شالها وخلى ايش جافا لحالها. الميثود هاي بسيطة جدا، تمام؟ لكن بدها ممارسة، بدها انك تجرب فيها لحتى انك تفهمها، الميثودز هدول فهم مش حفظ، تمام؟ انت الاسم لحاله بيوحي لك ايش بتعمل،
تمام، بس شوية تكرار عليها، شوية تجريب، وإن شاء الله حتكون بسيطة جدا. هيك خلصنا اللي هو السترينج ميثود. حنبدأ في الاسكيب كاركتر. الاسكيب كاركتر، الاسكيب كاركتر انه انا لو في عندي بدي اعمل رمز زي الدبل كوتيشن او سنجل كوتيشن او حتى مثلا الباك سلاش. الان خصوصا الدبل كوتيشن، انا في داخل السترينج، السترينج بيبدأ بدبل كوتيشن وبينتهي بدبل كوتيشن، صح ولا لا؟ لكن الان انا في داخل الدبل كوتيشن للسترينج بدي احط كمان دبل كوتيشن. فمثلا احنا لما كنا في اللغة الانجليزية تنقل عن فلان انه فلان حكى هيك، تمام، فبتيجي تحكي مثلا احمد سيد، بتفتح دبل كوتيشن وبتحكي الكلام اللي حكى. فرض انا بدي انقل نفس الاشي في جملة الطباعة، كيف ممكن احل المشكلة هاي؟ يعني انا بعادي بعمل الدبل كوتيشن تبعت السترينج، بعدين بكتب اللي بدي، لما اجي لحد ما الكلام المنقول او المقروء بتروح انت قبل الدبل كوتيشن بتحط اللي هي ايش، الباكورد سلاش، الباكورد سلاش او الباك سلاش بتحطها، ولحالها هي حتاخد انه لا انا هان في هذا المكان اطبع لي دبل كوتيشن. السنجل كوتيشن نفس الاشي، لو مثلا انت في السنجل كوتيشن بدك تطبع لأس الملكية او الجمع، تمام، فانت او في عند اي مكان ممكن انا استدعي فيه سنجل كوتيشن، فانا بروح بحط باك سلاش وبحط بعديها اللي هي الكاركتر اللي هو عندي حيكون السنجل هان. نفس الاشي الباك سلاش، لو انا بدي احط كمان باك سلاش في داخل النص، في داخل السترينج، الان هنشوف بالامثله كيف حتستوضح يعني ان شاء الله، بحط قبليها باك سلاش. فهو انا دائما يعني هاي طلع في الجدول هان كلهم ببدا باك سلاش كلهم. الكاركتر الثاني حيكون حسب انا ايش بدي، دبل كوتيشن، سنجل كوتيشن، باك سلاش، ان حنحكيها الان، ار تي نفس الشيء. فالان لو انا بدي ادخل رمز زي ما هو دبل كوتيشن سنجل كوتيشن او باك سلاش، بكتب باك سلاش وبحط الرمز اللي بدي اياه. الان في عندنا ثلاث اختصارات اللي هو سلاش باك سلاش ان. ان اخذناها اللي هي ايش، نيو لاين، عباره عن نيو لاين انه بس يخلص، كنا ناخذها في البرنت الان انه بس يخلص انزل لي سطر، تمام، فهيك عباره عن برنت لكن في نهايتها سلاش ان، هي بالمعنى هذا. الان وين حيجي في داخل السترينج يلاقي عندي سلاش ان، هروح ينزل سطر. سلاش ار، من وين بلاقي السلاش ار في داخل السترينج، حيبدا من هان، تمام، حيبدا انه لا انا بديت اللاين عندي من هان، حتى لو في نص يعني السترينج، حيبدا من وين، من النص. وين بلاقي الاشاره هاي الباك سلاش ار، حيبدا من هان. الباك سلاش تي اللي هي تاب، انه هو في داخل وين حيجي، حيجي في السترينج يلاقي عندي باك سلاش وتي، حيروح يعمل تاب اللي هي عبارة عن 8 وايت سبيس او 4 حسب الاي دي اي اللي بتشتغل عليه وحسب ايش بكون انت معرفه في الـ في الـ في الـ في الكود او في البرنامج. لكن في الجافا 8، لما كنت مخطئ 8 يا 4، تمام. الان الامثله اللي عندنا الان هيك، مثلا الان في مسلسل فايكنج في الجمله الشهيره وي ار ذا سو كولد فايكنج فروم ذا نورث، تمام. الان كلمه فايكنج بدك تحطها انت في داخل دبل كوتيشن. الان انا كتبت، فتحت الدبل كوتيشن الكامل للسترينج، عرفت سترينج سميته تي اكس تي وكتبت في داخله النص. الان فتحت دبل كوتيشن وسكرتها عشان اكتب السترينج عادي زي ما تعودنا، لكن كلمة فايكنج بدي احطها هي نفسها في دبل كوتيشن. الان ايش راح يصير عندي؟ حيجي البرنامج يشغل يقول هي بداية دبل كوتيشن وهي النهاية، هي البداية وهي النهاية، في عندي كلمة في الوسط فيش بينها زائد، كنا نحط احنا زائد عشان نقدر نضيف عليها، صح ولا لا؟ حيجي لو حطينا زائد حتى هيقول لك الفايكنج اسم متغير بس مش معرف، مش موجود اصلا في كل الكود، وهي اصلا خطأ، احنا بدنا اياه يطبع السترينج كامل، بدنا اياه هي كلها تكون في داخل السترينج. ايش الحل تبع المشكله هاي؟ يعني انا بروح قبل الدبل كوتيشن بحط ايش، الباك سلاش، تمام، نحط الباك سلاش. الان الباك سلاش حتفهم للجافا انه تعال هان، لا في عندي باك سلاش بعديه دبل كوتيشن، اطبع او نزل الدبل كوتيشن زي ما هي، ونفس الشيء لنهايه الدبل كوتيشن. فالان لما نيجي نطبعها هتطبع الجمله كامله زي ما هي، وفي الداخل حيكون عندي دبل كوتيشن. الان هان ايش عملنا، متغير اسمه تي اكس تي من نوع سترينج، حطينا ايش، الباك سلاش
وسنجل كوتيشن. فطبع الاختصار تبع it is، تمام؟ it's alright، تمام؟ فالآن السنجل كوتيشن زي دبل كوتيشن، أنا لما بدي إياها بحط باك سلاش وبحط الرمز اللي بدي إياه. الآن بالنسبة لآخر حالة اللي هو the character is called backslash، لأن هو بدي يحكي إن أنا عندي الباك سلاش الكاركتر هاد الرمز تبعها معناه باك سلاش. الآن مش هيرضى يطبعها إلا لما أنا أحط تنتين باك سلاش، الأولى للسكيب كاركتر عشان يفهم الجافا إنه أنا في عندي هان كاركتر حيكون سكيب، يعني يظهر لي إياه، تمام؟ الآن الكاركتر الثاني اللي حيكون اللي أنا هحطه هو اللي حيعرضه زي ما كنا نعمل الدبل كوتيشن ولا السنجل كوتيشن، تمام؟ هيك بكون احنا خلصنا السلايدات. نيجي نفتح النت بينز. الآن في النت بينز نعمل نيو بروجكت، قلنا في عنا 3 طرق. أنا باجي من الشعار هذا بكتب نيو بروجكت، بختار جافا ود انت مش جافا ود مايفن، جافا ود انت، بتأكد انه جافا ابلكيشن، او من فايل بستخدم نيو بروجكت وبعمل جافا ود انت، تأكد انه هاي جافا ابلكيشن، وباجي ايش بعطيه اسم. انا احنا نسميه مثلا string methods تمام. نحط ايش finish. الآن حكينا انه هذا document comment، تمام، وهذا document comment، وهذا single line comment. الآن the class بنعرف، هيكون معرف اول شيء ال class public class، وبنعطيه الاسم. الاسم حيكون على نفس اسم الفايل، تمام، اللي انا مسمى عندي هان. وهان بعرف في داخل الكلاس اللي هي جملة المين public static void main، وبكتب string جواس الاري args، وبفتح الجواس. الان انا حاجة ادخل اكتب في داخل الجواس. بنيجي نعمل مثلا، الان احنا نبدأ في string method، نعرف في الاول string متغير نوع string نسميه مثلا str بيساوي، تفتح double quotation وبتكتب ايش اسم المتغير، او عفوا التكست اللي انا هكتبه. فمثلا هان نكتب، نعمل زي ما كان معمول في المثال تبع الكتاب، نكتب جافا. الان انت ممكن عندك اكثر من حل، تعمل متغير من نوع سترينج وتحط فيه العملية، او عدل في داخل جملة الطباعة وتكتب العملية اللي بدك اياها. نبدأ اول اشي نقول له str.length. str.length ايش هتعمل؟ هتطبع لي اللي هو قديش اللينث عندي كامل. الان انت حكينا اهم نقطة انه انا كمستخدم لما اجي مش هشوف الكود، فانت بدك تكتب له في الاول جملة عشان توضح للمستخدم ايش هي اللي انا بطبعه هاد، تمام؟ فبنكتب له مثلا هان str length is، نقطين فوق بعض، تمام؟ هنا احنا بس length، تمام؟ تعالنا من run file، هاي ايش the string length is 4، هاي جابلنا انه طوله 4. الان اللي بعديها نبدأ في اول واحدة اللي هي يعني كانت عنا character at car at، عشان نعرف انه احنا بنستخدم مثلا هنا جملة car at، وبتكتب مثلا str dot. الان احنا ايش عملنا؟ المتغير اللي احنا عرفناه بتستخدم بتستدعيها وتحط الدوت. الدوت هي بتبين لك كل الميثود في السترينج، هدول الميثود كلها هيتهم موجودات في السترينج. احنا بدنا مين؟ بدنا كار ات، وهنا بنحط ايش الرقم الاندكس اللي احنا بدنا اياه. بقول له ران فايل، حيقول لك كاركتر ات، احنا تخليها ايش كاركتر ات 0 عشان يعرف المستخدم ان هذا الكاركتر الاولاني الات اندكس 0. لو بدنا نخليها مثلا 3 كله ران، هي جاب لنا اخر واحد وحيكون ايه. نجرب نعطيه رقم اكبر من الموجود، ايش حيعطينا؟ اكسبشن. حيقول لك هان string index out of range، انه هو اصلا الرينج تبعه اللينث تبعه اقل من هيك، انت طلعت برا اللينث، تمام. طيب الجمله اللي بعديها اللي هي حتكون عندنا compare to، نعمل زائد str dot compare to. انت حتجتمع عملية مقارنة بين اول حرف في السترينج هان مع الحرف حطيه هان. فمثلا اللي هو كان عندنا السي،
الآن هات نعمل نكتب هان compare to قبل نكتب مثلا جافا أو جي عادي compare to سي هنخليها كابيتال لأنه الهان الكيس حتفرق معنا سواء كان small letter أو capital letter. الآن حبين لك ليش. الآن تعال اطبع احنا هان معدلناهاش، هتخليها ثلاثة هان وهنا ثلاثة تمام. الآن الفرق بين الجي والسي سبعة، ايش المقصد هان؟ المقصد هان في عنا حاجة اسمها اسكي تيبل تمام، اللي هي بالشكل هاد ببدأ عندي من صفر بضلوا ماشي ل اللي هو اكثر من 127، لكن هدول الاسكي تيبل يعني الاولينيات والمشهورات. الآن ببدأ بشوية كاركتر خاصة بالسيستم، بعدين حيبدأ بالديجيت، بعدين حيبدأ بالأرقام، بعد الأرقام حيجي الحروف الكابيتال، بعديها حيجي الحروف السمول. فالآن مقابل كل واحدة في رقم. الآن إحنا اللي عملناها كان اللي هو حيقارن الجي مع السي، أعطانا إيش؟ سبعة. فهو حيجي السي عندي وين؟ رقمها 67، الجي 74، 74 ناقص السي هتكون ايش؟ 67. بس تعال انت عكسها فرضا، اعطيها اللي هي مش سي، بدنا نخليها بعد، خليها مثلا او، والاطباع هيعمل لك ايش؟ بالسالب. الان الفرق بين الجي والاو حيطلع بالسالب تمام. فدايما انت لما يكون ال هاي كمان مرة، الان الجي هيها والاو، الان احنا الحرف اللي كتبناه او سمول تمام، فهو حيجي الجي عندي هان والاو سمول هيها، فهو هياخد 100، هياخد 74 ناقص 111 بيطلع معنا الناتج تمام. لان انت خليها او كابيتال يطلع معانا الفرق كم؟ سالب 5. ليش؟ لانه هاي جي او 79 ناقص 74 5 تمام. فهو لما يكون عملية بعد الحرف حيكون سالب، لكن قبل الحرف حيكون ايش؟ موجب. لا تخليها بدل ما هي سي او نرجعها سي، خلينا نرجعها سي، سي كابيتال. السي سمول حتختلف حيعطينا رقم ايش؟ بالسالب، وحيكون رقم كبير شوي، خليها سي كابيتال والفرق حيكون كم؟ سبعة تمام. الآن ايش الميثود الثانية اللي بعديها عنا؟ اللي هي كونكات. نكتب هان مثلا str.concat، وهان بتعمل له دبل كوتيشن وبتحط النص اللي انت بدك تضيفه عليه. فمثلا جافا بتحط سبيس، حكينا لازم السبيس is fun. ايش هتعمل هاي؟ هات نكتب له هان رسالة انه concat java with is fun، انك انت ايش عملت عملية concatenation بين الجافا و is fun. هاي تعال اطبع، هتخلينا نحط هان بس عشان الطبعة تكون منظرها احسن تمام. هاي شايف ايش طلع؟ java is fun. الان تعال انت هان شيل السبيس، راح شمل جافا واز لزقهم في بعض تمام. فلا تخلي السبيس بصير عندك ايش؟ جافا از فان تمام. هذه اللي هي عمليه الكونكاتينيشن. الميثود اللي بعديها اللي حتكون عندنا الايكوال، فبتيجي تكتب str دوت ايكوال او ايكوالز تمام. وهنا بتعطي النص اللي بدك اياه، لان اكتب جافا زي ما هي ونكتب هنا مثلا java equals java وقوله run file، حطيك ايش؟ false، معناها نفس الجملة لكن الكاركتر حيفرق. فمثلا تعال اعملها java capital، الان طلعت لنا ايش؟ true. لان نرجع الجي زي ما هي false، لانه قلنا الكاركتر لازم ايش؟ يكون شبه بعض، لازم يكون شبه بعض. تعال نعمل الجملة اللي بعدها اللي هي هتكون عندنا str dot equals ignore case، حياخد يعمل عملية المساواة أو المقارنة الكومبيرزون هان،
اللي هي يساوي يساوي، لكن حي قصة الكيس سواء ابر كيس او لور كيس هيغض النظر عنها، هيخليها كلها نفس الكيس، بعدين يعمل عملية الايكوال. نكتب جافا زي ما كانت قبل. هان لما طلعت لنا ايش؟ فولس. هان ناخد النص نفسه نكتب جافا equals ignore case، نقول له ايش؟ run. اعطتنا false. ليش؟ شايفين هان احنا ما كملناش اصلا، وهان بس خلينا عشان شكل الجمالي. الان لازم تكون كاملة الجملة، بتكتب له ايش؟ جافا. تعال اطبع، هاي زبطت. طب تعال خليها مثلا ال V هي تكون الكابيتال، هتفرق؟ لا، لانه ايش هيعملها كلها نفس الكيس. تمام. طيب الان ايش هيكون في عندنا بعد اللي هي الاندكس اوف؟ تمام، انما الجملة الطباعة الزائد نفس المحاضرة الأسبوع الماضي حكينا عبارة عن إيش؟ عملية concatenation، إنك أنت بتاخد النص اللي حيطلع هان وتضيفه على السترينج. تمام؟ الآن بعد الزائد بتستدعي المتغير وبتكتب index of. هان ال index of، هان نكتب مثلا index of، index of هان أنت تكتب في داخل دبل كوتيشن، تمام، الكاركتر او مجموعه الكاركتر اللي بدك اياها. فمثلا نقول له بدنا الفي، هيا نكتب له اندكس اوف الفي. ايش حتطلع؟ اندكس اوف في هيا 2، بيجي حيمشي من هان، حيبدا من هان 0 1، هي 2. تمام، حيطبع لنا ايش؟ 2. طب تعال نخليه مثلا اي في، ايش حيطبع لنا؟ حيطبع 1. ليش؟ حيجي من هان 0، هيلاقى A V، إذا بدايتهم وين كانت؟ اللي الواحد 0 1. تمام، أنا هخليها V زي ما كانت، اطبع كانت إيش؟ 2. طيب الآن اللي بعديها هتكون اللي هي last index of، last index of A، لأنه هي A دايما عندنا مشهورة، تمام، أو متكررة أكثر من مرة. تكتب last index of double quotation بتكتب ال A. الآن تعال هان نخليها برضو A، شوف الفارق. الآن في الحالة الأولى كانت عندي 1، لكن في الحالة الثانية كانت عندي إيش؟ 3. إيش الفرق؟ إنه هان أجا وين أول مكان، أول ظهور للكاركتر هاد هيطبع وخلص بتخلص الميثود، لكن هاي لأ، وين اخر دور حضلها ماشية، وين اخر مكان بيظهر فيه حتطبع. فهن طبعت لنا 1 وهن طبعت 3، هما نفس الكاركتر لكن كل واحد مكانه الاندكس تبعه هيختلف. الميثود اللي بعدها اللي هي تو لور كيس. تو لور كيس هات مثلا نحكي يوزنج لور كيس، تكتب زائد وبنستدعي اسم المتغير اللي هو عندنا str dot to lower case، هياخد النص زي ما هو ويخليه كله ايش؟ small letter. طلع هاي الجافا ايش كتبها؟ كل هيدا كتبها زي ما هي لكن small letter. هان نقول له ايش؟ using upper case. تمام، نعمل زائد وبتقول له str dot to upper case uppercase. تمام، هياخد النص زي ما هو ويخليه كل حروف فيه ايش؟ capital letters. تمام، الان الميثود اللي بعديها عنا اللي هي replace انه هياخد character بدل character، يغير مكان او الشكل تبعه. نعمل جملة طباعة وبنكتب له هان مثلا، خلينا نخلي الكتاب في الاخر، نكتب str.replace. الان بدك تحط two character، تمام، او تو سترينج. بدنا نغير ال A ونحط بدالها ال O. ايش هتعمل هاي؟ هيجي وين حيلاقي في عندي حرف ال A حيخليه لايش؟ ل O. فالجافا حصير كيف؟ بالشكل هذا. لكن هم كتبنا للمستخدم، يعني هو شاف ماشي شاف هنا كلمة جوفو،
طب ايش هي بالضبط؟ فدائما تعود تعطي للمستخدم الامر وتقول له انا هان هادي لهيك، هاي بتعمل هيك، هذا الناتج تبع العملية هاي. دائما امشي على النظام هذا. تمام، هذا نقول له اللي هو replace a with o، replace character a with character o. انت ايش تكتبهم رسالة تكون ايش اللي بيشوفها المستخدم يكون فاهم. طيب نيجي للعملية قبل الأخيرة اللي هي هتكون عندنا substring str.substring. ناخذ أول واحدة. الآن هان ايش بيعمل؟ هات نحط له واحد. هان حيجي النص حيمشي وين حيبدأ الاندكس هاد من عند واحد، حيقتطع المقطع من هان وياخذ للآخر نهاية الجملة. تعال نشوف الناتج ايش حيكون. أخذ من عند الـ A لآخر الجملة. تعال أقول له مثلا بدي من اثنين، حياخد مين؟ الـ V والـ A مع بعض. هاي تمام. الآن الحالة الثانية منها إنه أنا في عندي أكثر من مدخل str.substring. لا احنا مش الحالة هاي، الحالة الثانية هاي begin index وال end index. الآن حيبدأ من index واحد وينتهي بالindex ثلاثة. ايش حيصير هان؟ هاي اجا من هان، هاي عندي صفر واحد، حياخد هذا اول واحد، حياخد اثنين، حيجي لعند ثلاثة، لا ثلاثة ما تاخدهاش. تمام، فهو انا دايما هاي البداية وهي النهاية، حيوقف هان لكن مش حياخد الكاركتر هاد. تمام، هاد بس نطبع له هاد الرسالة، نقول له مثلا sub string from index 2 أو start substring from index 2 to the end of line أو end of string. هان substring from index 2 عفوا index 1 to index 3. هان في الجملة الأولى إنه حيبدأ من إندكس اثنين لنهاية السترينج، لكن هان لا، حيبدأ من واحد ويخلص في ثلاثة، لكن مش حياخد الثلاثة هاي. تمام، تعال نطلع. هان أخذ من عند اثنين اللي هي ال VA، أجا أخذ بعدين إيش؟ من واحد لثلاثة. تمام، طيب الآن ضايل آخر ميثود. آخر ميثود هاي اللي هي الترم، حنضطر نعمل هنا إيش؟ نعمل السترينج جديد. فمثلا نعمل str هو نفسه اللي فوق، هذا السترينج هاد نستدعيه زي ما هو، بدنا نعمل له زي override لأنه نحن بدنا نكتب عليه نص جديد أو تغير القيمة تبعته. نروح مثلا نعمل space زي هيك، تكتب ايش؟ جافا. الآن هي صار عندي string، تعال نطبع السترينج زي ما هو، قول له هان str، هيطبع لك ايش؟ النص زي ما هو كامل. تعال اقول له لا بدي اعمل هنا using trim، اعمل بلس او زائد واكتب str.trim، اعمل run file. هاي شايفين السبيسز اللي قبل؟ شالها. الان تعال نعمل نستدعي المتغير بدون الترم، شوف الفرق. شايف الفرق هاد؟ لانه استخدمنا مين؟ المتغير زي ما هو، لكن تعال اعمل trim، اخذ الوايت سبيس اللي قبل شالها، واللي بعد هاي فيش بعد، كلها ايش؟ شالها. اللي كان عندي هاد شاله، واللي كان هان برضو ايش؟ شاله. تمام، الان هيك بكون احنا خلصنا السترينج ميثود، بسيطات جدا، بس بدك ايش؟ ضلك تلعب لك شوي فيهم، تحرك من هان، جرب من هان، اغير اندكس، احط مثلا سترينج اكبر، اجرب فيهم. تمام، الان خلينا نبدا ايش في الاسكيب كاركتر. بالنسبه للاسكيب كاركتر احنا حنضطر نعمل انه اعمل متغير جديد او بدون، خلينا نعدل في جمله طباعه، تكتب مثلا اي شيء. تعال نكتب تبعت جمله اللي كانت عندنا اللي هي تبعت الفايكنج اللي هي كان ايش؟ وي ار ذا سو cold. وش بعديها كان مكاتب Vikings from the north. حط ايش النقطة.
الان هان هو كان عامل ايش؟ كان عامل هان دبل كوتيشن وهان دبل كوتيشن، اللي بدي احط كلمة فايكنجز في دبل كوتيشن، الان هيك خطأ. بس تعال مثلا هان اعمل اسكيب كاركتر، اخذها، ها شايف اللون الاخضر صار هنا شاملها مع السترينج اللي قبل، لكن ايش هان حيعتبر هاي بداية لكن ملهاش نهاية، او حيعتبر هاي نهاية، عفوا هاي البداية وهي النهاية، وهنا في عندنا نهاية بداية ما إلها نهاية. فهان تعال حط كمان اسكيب كاركتر، بصير ايش؟ بصير الشكل صح. اعمل ران، تعال كلمة فايكنج محطوطة في داخل دبل كوتيشن، تمام. خلينا نجرب جملة ثانية اللي كانت عندنا تبعت it is، مثلا it is alright، تمام. تعال هان خلينا بس نحط single quotation. الآن هي ما مش هتفرق يعني، تمام، لكن في حالات تانية ممكن تفرق. فأنت إيش بتعمل؟ بتحط escape character اللي هي إيش؟ الباك سلاش. تعال أعرض، مش هياخدها، هيحطها إيش؟ زي ما هي. الآن نعمل آخر جملة اللي هي عندي حتكون the character، حط تنتين مثلا ورا بعض، is called called back slash slash، حط ايش مثلا نقطة عشان تنهي. الآن حيطبع السلاش هاي زي ما هي. تعال نعمل run file، هاي طبعها. هيك خلصنا اللي هي ايش، لو انا بدي استخدم الدبل كوتيشن، سنجل كوتيشن، والباك سلاش. الآن مثلا هان تعال مثلا قبل so called حط slash n، هان الآن شوف ايش راح يطلع الناتج. اعمل slash n، طلع ايش راح اعمل هان، we are the، وعمل ايش السطر الجديد. فانا وين بحط مثلا slash n حيروح ايش ينزل لنا سطر، هاي ايش راح ينزل هان برضو سطر. الآن مثلا هنا في ال it is بدي احط slash d، او لا مش السلاش دي، اللي هي السلاش تي، عفوا سلاش تي اللي هي بتعمل التاب، تمام. طلع ايش فرق، راح عمل عنا هاي ايش، عمل التاب، تمام، عمل هان ايش التاب. الان مثلا تعال هنا في القبل مثلا من هان is called، اعمل مثلا الباك سلاش بعديها ار، حيبدا من هان. الان طلع ايش هيعمل، شايف النص هاد زي ما هو كيف، يعني اعمل run file، هاي اخذ من وين، من هان، تمام. استخدمنا الدبل كوتيشن، السنجل كوتيشن، الباك سلاش، سلاش ان، سلاش تي، وسلاش ار. الان هو هذا محاضرة اليوم، اشي بسيط وسهل. الان بالنسبة للاكتيفيتي انت مطالب منك، تعال نعمل run file، تقريبا نفس الاشي. هاي السترينج اللي حتمشي عليه بتعمل متغير، بتعرف متغير من نوع السترينج، سميه مثلا str، ما تسميهوش لا اكس ولا اس ولا اي سترينج باسم ما يكون صحيح، زي ما حكينا اسم ديسكريبتيف سميه سترينج او اس تي ار. الان اول اشي هتعمل اللينث تبعه، لو حيكون ايش هيطلع معك 50، بعدين ايش بدك تجيب الكاركتر ات بوزيشن 25، اللي هي مين هي كاركتر ات، بتحط له 25. هان بدك تعمل كومبير تو الاي مع الدي، تمام، الاي مع الدي، او انت ثاني بدل اي ما تكتبش اي، اكتب هو str.comparto وحط له الدي، وهون ححط هو ايش الرقم. بعديها اعمل عمليه كونكاتينيشن، بدك تاخذ هي النص، احنا ضفنا عليه نص، انت اعرفه وضيفه لحالك. الان هاي حتكون بونص، اذا انت حاولت تجيب الايموجي اللي هان هذا حيكون عليه بونص، بس جيبه من الكيبورد، تمام، انت اكتبه كتابه من الكيبورد. يوزنج ايكوال، بدك تحط نص مع النص الاساسي ويرجع لك ايش false. الان استخدم كمان equal ignore case حيعطيك true، هذه انت من عندك، انت بدك تحاول تحلها بطريقتك. index of character i، انت هنستخدم اللي هي index of لحرف ال i، تمام، او character i حيرجع لك العشرة. last index of i حيرجع لك مثلا 21. to lower case حياخد كل النص lower case to upper case، replace a with o نفس الشيء. بدك تعمل substring من 20 اللي هي الحالة الأولى، سب سترينج بتاخد بس مدخل واحد، بعدين سب سترينج فيها مدخلين من 10 ل 30 هرجع لك إياه. هتعمل متغير جديد، هنعمل متغير جديد سترينج سميه نيو سترينج، مثلا نيو اس تي ار، وأعطيه الجملة هاي
وايت سبيس، بعديها وايت سبيس وفي النص هان اكتب الجملة، اي جملة يعني، وهن ايش اطبع لي باستخدام التريم. الان هان احنا استخدمنا زي اخر اشي، استخدمنا سلاش ان مرة، استخدمنا سلاش تي مرة، واستخدمنا سلاش هان، استخدمنا اللي هي السلاش ار. انت شوف هذا هو السترينج الاساسي حيكون للسلاش ار. هان احنا ايش عملنا؟ بدك تعرف وين تحط السلاش ار. هان بدك تعرف وين حطينا السلاش تي، وهان هذه عبارة عن نص كامل، بدك تعرف وين حطينا السلاش ان، وين حطينا السلاش دي، او عفوا السلاش دبل كوتيشن. تمام، المثال بسيط جدا، نفس المحاضرة طبقه. تمام، ولما تسلموا سلموا برقمك الجامعي، وسلموا ملف جافا كامل زي هيك. هذا الملف، هذا الملف مثلا بكون فرضا زي هيك، هذا اللي اشتغلنا في المحاضرة. سلمني اياه ملف كامل عن طريق الموديل. تمام، يعطيكم العافية شباب، والتوفيق ان شاء الله.